عايزين نتخيل حجم المأساة الإنسانية والمعاناة البشرية لما تبقى قاعد في الصحراء ومعاك موبايل ولاقط شبكة وفي بطارية شغالة، لكن في نفس الوقت معاك سماعات لاسلكية ما فيهاش كهرباء وما فيهاش طاقة. انتوا متخيلين حجم الألم النفسي يبقى ايه؟ الحمد لله لسه بعض الموبايلات بتاعتنا والكمبيوترات بتاعتنا لسه فيها منفذ 3.5 اللي بيسمح ان احنا نوصل اسلاك للسماعات زي السلك كده كده، مش عارف باين ظاهر اهو. ظاهر اهو، لان حياتنا كلها بقت مجرد ان احنا اجهزة كهربائية بنشحنها ونفضيها، نشحنها ونفضيها. حتى السماعات بقت تتشحن وتتفضى. اتمنى ان هم يسيبوا لنا حاجه من زمن السماعات الجميل ويحافظوا على الموبايلات اللي لسه بتتوصل باسلاك لغايه دلوقتي، لان بقت كل حاجه في حياتنا بتتشحن. الموبايلات بتتشحن، الكمبيوترات بتتشحن، السماعات بتتشحن. لو انت معاك اكتر من موبايل بتفضل انت تشحن الموبايل ده وتفضي ده وتشحن ده، ولو معاك تابلت بتعمل نفس القصه. وشوية وكمان أو لسه موجودة حاليا يعني دلوقتي العربيات اللي بتتشحن بالكهرباء أو بتمشي بالكهرباء زي التسلا وغيرها، فبقت حياتنا كلها مبنية على الكهرباء، بنشحن ونفضي نشحن ونفضي. وبتبقى مشكلة كبيرة جدا لو أنا مش لاقي مكان أشحن منه أو أجدد الطاقة بتاعة الحاجات دي. المهم إن أنا لما بشحن وبفضي بفضي الحاجات دي في إيه؟ يعني أنا بفضي طاقة الموبايل بتاعتي دي في إيه؟ بفضي طاقة السماعات بسمع بيها إيه؟ بفضي طاقة اللابتوب بسمع بيها إيه؟ وهكذا. ونفس القصة بالنسبة للإنسان، يعني كل حاجة في جسم الإنسان وطبعاً على رأسها المخ، هذا العضو العبقري، موجود فيه كهرباء، فيه كهرباء بتشحن وكهرباء بتفضي. العضلات بتاعتنا، الخلايا بتاعتنا، كل حاجة فيها كهرباء يمكن قياسها، بتشحن وتفضي. وعلى حسب التقسيم الثلاثي للإنسان، الجسد والنفس والروح، للناس المؤمنة بوجود أرواح، أعتقد إن كل عضو منهم أو كل كيان منهم محتاج إنه يتشحن ويفضي. الجسد محتاج إنه يتشحن، النفسية الروح بتاعتنا محتاجة إنها تتشحن، وهكذا. ويمكن على خلاف الأجهزة الكهربائية، ويمكن جهاز يكون موجود في الأجهزة الكهربائية أنا مش عارف كويس، إن إحنا ممكن نشحن على حسب نشحن طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية، على الأقل على حسب المفاهيم اللي بتنتشر دلوقتي في السوشيال ميديا، ده بيديني طاقة إيجابية ده بيديني طاقة سلبية. ولما بنشحن الطاقة دي على الطاقة الجسدية والطاقة النفسية والطاقة الروحية بتاعتنا بنفضيها في ايه؟ يعني بنفضي الطاقات بتاعتنا دي في ايه؟ بنفضيها في حاجة مفيدة ولا حاجة مش مفيدة؟ هو انت هتوعظ؟ لا مش هوعظ، بس انا كنت مجرد يعني اتضايقت ان هم عطوني خط موبايل هدية، فبدور له على موبايل قديم عندي، فقعدت ادور على الشاحن الابرة. فاكرين فكرة الشاحن الابرة؟ المهم نرجع تاني للطاقة الإنسانية اللي هي محتاجة تتشحن، يعني لأن حتى في بعض الاضطرابات الجسدية وبعض الاضطرابات القلبية أعتقد يعني بتبقى محتاجة بطارية تنظم ضربات القلب، على حسب ما أنا أتذكر، لو في حد من زمايلنا دكاترة القلب يصلح لي المعلومة. لكن عموما يعني ربنا يعافينا جميعا ويشفينا جميعا. حتى لو أنا ما عنديش اضطراب جسدي محتاج بطارية، لكن جسدي محتاج إنه يريح ومحتاج انه يشحن الطاقة بتاعته دي علشان يعرف يواصل في الحياة ويعرف يؤدي الدور المنوط بيه في الحياة. القصة بقى بتبقى في الطاقات النفسية والطاقات الروحية. احنا ممكن نستنزف نفسيا ونستنزف روحيا، ونحاول ندور على طريقة نشحن بيها الطاقة بتاعتنا. يمكن في الأجهزة الكهربائية شركات حلت الموضوع ده ووفرت لنا في الأسلاك وقالت لنا هنعمل شحن لاسلكي وشحن هوائي وشحن مش عارف إزاي. كنت أتمنى إن أنا ألاقي نفس الطريقة دي بالنسبة للإنسان، إنه يشحن الطاقة النفسية بتاعته أو الطاقة الروحية بتاعته لاسلكيا. يعني مثلا يرفع إيده كده مثلا فوق كده ويحاول إنه يلقط شبكة، وعلى حسب الشبكة اللي هو يلقطها يبتدي ياخد طاقة نفسية أو ياخد طاقة روحية، لأن زي ما أنا قلت إن الطاقات بتاعتنا بتستنزف وحياتنا بتستنزف، وبنطلع طاقات في حاجات كتيرة جدا حتى على المستوى الفكري وعلى المستوى الذهني. فالطاقات دي كلها محتاجة إنها تتجدد.
هل في اضطرابات نفسية بتقول ان عندي طاقة نفسية قليلة؟ اه في طبعا طاقة نفسية قليلة حتى لو ما كانتش بنفس اللفظة دي، لكن طبعا على رأسها طبعا الاكتئاب، المكتئب ما بيبقاش عنده طاقة ان هو يعمل حاجة او انه يتحرك او انه يقوم من السرير او انه يقوم بوظائفه في الحياة يعني. فلو لا قدر الله انت حاسس ان طاقتك الجسدية قليلة او طاقتك النفسية قليلة او طاقتك الروحية محتاجة تجديد، اعتقد انك محتاج تدور على شخص متخصص في مجاله، وتحاول انك تشحن الطاقة النفسية بتاعتك او الطاقة الروحية بتاعتك. لو انت حاسس انك كده فقد الرغبة او فقد الارادة او فقد الطاقة انك تنطلق في الحياة، دور على حد متخصص واطلب المساعدة بتاعته علشان يعرف يشحن لك الطاقة بتاعتك سواء النفسية او الروحية زي ما انا قلت. شكرا ليكم وسلامتكم الف سلامة، وربنا معاكم، وحاولوا تشحنوا الطاقات بتاعتكم علشان ما نحتسش في نص السكة يعني. شكرا ليكم وسلامتكم ألف سلامة. سلام.